سبحان الله سبحان الله على هذا الواد. شوف اخوتي شوف حيت هذا الواد ديال ايت ملول، هذا واد ديال ايت ملول كيجيب الماء من ايت ملول الى واد سوس. اذا الواد اللي شفتو البارح راه داز البارح الليل، وهذا اللي باقي جاب الفيضان بزاف، هذا يلا وصل. ها نقدر غادي يستمر هذا الواد تقريبا 24 ساعه الى يومين ثلاث ايام، حيت داكشي اللي جاب ضروري خصو يدوز. ايوا واتسوس هو هذا، القنطره ديال واتسوس هي هادي، ها البلاصه فاش كنتواجدوا. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد، جينا من جديد واتسوس. حاليا كنتواجدوا واتسوس، غادي نبارطاجي معكم واتسوس والفيضان ديالو. كما كتشوفوا هذا هو الواد، ومن هنا فيه الماء بزاف وفيه الفيضان، وغادي نكتشف لكم علاش هذا الواد ما جاب بزاف ديال الفيضان، ولكن داز البارح في الليل اش غادي نقول لكم ما جابش بزاف، ولكن غادي نحاولوا نشارك معكم هذا السيول وهذا الفيضان. دير عليكم هو تبع هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس، ساعدونا باش نوصلوا القناه 300 كا. فرجه ممتعه في هذا الواد ديال سوس، العاصمه ديال السوسيين، فرجه ممتعه. كما كتشوفوا معنا اخوتي واد سوس، هذا فيضان ديال واد سوس، واد ما جابش بزاف الفيضان اللي كنا كننتظروا منه، ولكن ربما يقدر اي لحظه الا كانت العاصفه رعديه في النواحي ديال اكادير غادي يكون هذا الواد جاي من جديد. اللي جابها هو باقي فيه السيول، كما كتشوفوا السيول ديال واد سوس، هذا هو واد سوس. واد سوس معروف اخوتي الطريقه ديالو والابداع ديالو، دائما كيجي بالفيضان بزاف، وكيجي بزاف ديال الامطار غزيره في كل مكان. ايوا كما كتشوفوا فيضان ديال واد سوس، اذا كل بلاصه كيجم منها الفيضان. دابا هاد البلاصه اللي كتشوفوا الفيضان ربما جابهم من ربما النواحي ديال اكادير، النواحي ديال ايت ملول. اذا هذا هو واد سوس، تبارك الله. واد سوس معروف في التاريخ ديالو ودائما كيجيب الفيضان بزاف، ولكن هاد المره ما جابش بزاف الفيضان، اللي جاب هو هذا كما كتشوفوا. نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم. المهم حنا جينا من جديد باش نصوروا لكم هذا الواد، كنا كننتظروا بانه الواد غادي يجيب الفيضان بزاف، ولكن جاب غير هذا الشيء كما كتشوفوا. هذا هو واد سوس، ولكن الا كانت العاصفه رعديه غادي يكون هذا الواد حامل يجيب بزاف ديال الفيضان. شوف سمعت اخوتي حالة الطقس كيقولوا بانه 30 ملم في ان سكان ايت ملول اكادير، اذا العاصفه رعديه باقي مستمره اليوم، وفي نفس الوقت يقدر اي لحظه تكون العاصفه رعديه، يقدر تكون مع الربعه، وحاليا كاين الامطار غزيره بعد قطرات مطريه، وقدر تكون العاصفه هي كتبدا اخوتي، ها هي بدات دابا حاليا، غيوصل بزاف للواد واد سوس وهي تبدا. اذا هادشي زوين بزاف، تبارك الله رائع جدا كما كتشوفوا، واد في المستوى، واد كيجيب الماء من لهي ومن بعد الدعم ديالو من هنا، وهذيك البلاصه اللي صورنا فيها البارح داز فيها الواد، ما بقاش فيها الواد. كما كتشوفوا عاصفه رعديه بدات كطيح حاليا، بدات هاد الامطار غزيره مستمره، الله يدوزها على خير. ايوا الواد هي هذه هي طريقته، دائما بلاصتو المساحه ديالو هي هذه، يقدر اي لحظه يهاجم. وهاد البلاصه كلها ديال الواد، واد سوس الى جاب الماء جاب الفيضان كيوصل هاد البلاصه، وعندكم هاد البلاصه حتى هي كيوصلها. ايوا نتمنى البارطاج ديالكم، نتمنى التشجيع ديالكم، نتمنى المشاركه هاد اللايف مع اصدقاء ديالكم. ايوا الفيضان اللي جاب هو هذا كما كتشوفوا،
تبارك الله. ها وهاد الامطار غزيره غادي تحطي بالنفع وغادي تحطي واحد النتيجه رائعه خاص في اي مكان نواحي ديال الاركان الشجارين غادي نوضوا الربيع غادي نوض وبزاف ديال الحوايج كما كتشوفوا. هذا السيول هذا فيضان كما كتشوف واخا واد ما مجهد ولكن باقي كيشوف فيضان. شوف تبارك الله في المستوى. ايوا بعض الناس كيجيو يتفرجوا في الواد بعض الناس كيجيو يكتشفوا هذا الواد ديال واد سوس واخا ما جاب الفيضان بزاف ولكن داك الشيء اللي بغينا حنا ما بغينا الواد يكون عامر بالفيضان من هذاك الراس حتى لهذا الراس يكون واحد السرعه خياليه. وكنت غادي نمشي لكم لازرو حيت ازرو الواد سوس في ازرو تما كيكون واضح تماما. هنا راكم عارفين فيه داك الشيء ديال الشجر فيه ما كيحطش واحد الحاجه اللي انا عارف الناس شنو بغاو ديك الجره اللي كيبغوا في الواد عارف بين الناس اللي كيبغوا يتمتعوا في هذاك الواد بسبب الفروشه ديالهم على حسب داك الواد كيفاش كيهاجم بالطريقه ديالو السرعه ديالو. كتكتشف بعض الناس كياخذوا الهاتف ديالهم كياخذوا الصور مع الواد وفي نفس الوقت كيلقى واحد التفاعل رائع جدا. صورنا الواد الزياد 10K اللي وصلنا الحمد لله في الواد ديال واد سوس ديال البارح 10000 مشاهده. اذا شي حاجه مهمه اقل من 24 ساعه اذا يقدر يوصل 100K يقدر يوصل 300K يقدر يوصل مليون مشاهده كلشي ممكن. المهم كنشتغلوا بالنسبه للفيديوهات ديال الفيضان غادي يطلعوا المشاهدات بعد 3 ايام حيت النتائج ما كيبانوش في 24 ساعه ديال المشاهدات. وفي نفس الوقت راكم عارفين المونديال كاس العالم دابا كاين كاس العالم الناس كلهم ينتظروا ويبحثوا على هادشي ديال كاس العالم ديال المنتخب المغربي. هادشي راه شفتوه في الطوندونس كاع. اذا الفياضه ما بقاش الناس كيتسوقوا الفياضه وفي نفس الوقت قليل لو كان ماشي كاس العالم لو كان يطلع هادشي حيت الناس ياخذوا الهاتف ديالهم ويتفرجوا شي حاجه اللي بغاو شي حاجه جديده ايوا كما كتشوفوا هذا هو واد سوس. واد سوس تبارك الله معروف بالتاريخ ديالو معروف دائما كيجيب الفيضان وعد المرات كيوصل حتى لهنا حتى لهذا المكان كيوصل هذا الواد شو كتسمعوا الصوت ديال الواد تبارك الله. حطيت لكم اللقطه في التيك توك ديالي الحساب ديالي في التيك توك وصل 60000 مشاهده في التيك توك تبارك الله ونتمنى ان شاء الله يوصل 100K. الحساب ديالي في التيك توك نفس السميه ديال القناه ديالي كذلك انستغرام ديالي احمد بيزلاف غتلقاو انستغرام ديالي راه كنحطو فيه اللقطات زوينه ديال الفيضان والجديد دائما هو حاليا كتشتغل امطار غزيره يقدر اي لحظه نتمنى نكونوا سالمين عندكم الواد من هذيك الاتجاه حتى هو وهنا فاش كيتجمع الماء شتي هنا هذه البلاصه هذه ما كاينش من هنا غادي نحاولوا نصوروا لكم بعض اللقطات من هذيك الاتجاه امطار غزيره واد سوس. واد سوس معروف التاريخ ديالو شوف اخوتي شوف 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 السيول شوف 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 كما قلنا الواد اللي جاب ديال الفيضان كما كتشوفوا معنا اخوتي واد سوس هذا هو واد سوس تبارك الله تبارك الله تبارك الله شوف وهاد البلاصه كلها وصلها البارح في الليل وصل هاد البلاصه كلها هاد المكان كله وصلوا البارح في الليل. اذا فيضان باقي مستمر شوف السرعه ديالو شوف شوف تبارك الله شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله هادشي رائع جدا. هذا هو واد سوس القنطره من لهين من تما كاينه القنطره واد
سوس هو هذا، ولكن مشكلة الواد ديال واد سوس ما لقاش الدعم. لو كان لقى الدعم بحال هكا كون جاب الفيضان بزاف. شوف شوف اخوتي، شوف سبحان الله، شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا هو واد سوس، القنطرة ديال واد سوس هي هذه. نتمنى البارطاج ديالكم اخوتي، ونتمنى تشجعونا وديروا لينا ابوني حيت كنديروا واحد المجهود في المستوى. ايوا هذا هو واد سوس، ما شافش بزاف الفيضان كما بغينا حنا، ولكن امطار غزيره باقي مستمره، باقي السماء كتنزل فيها امطار غزيره. يقدر اي لحظه غادي تكون العاصفه رعديه نواحي ديال اكادير، وغادي يجي هذا الواد بسرعه. يقدر هذا الواد وصل النص قبل ما وصل اكادير هنا، ما وصلش هنا، ما جابش بزاف حيت خص الدعم. دابا ربما خص نواحي ديال اكادير تكون فيهم الفياضه، عاد كيجي هذا الواد. حيت هذا الواد كبير تبارك الله، واد سوس ماشي واد صغير، واد كبير كيخصو بزاف ديال السيول، بزاف ديال الفيضان باش يجيب الفيضان بسرعه ديالو، حيت العرض ديالو طويل تماما وطويل كما كتشوفوا. عاصفه رعديه. يا ربي السلامه. شوف شوف التبروري اخوتي، شوف شوف التبروري، يا ربي السلامه. التبروري اخوتي ديال شوف. يا ربي السلامه، الله يدوزها على خير. ايوا كما كتشوفوا معنا فيضان. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف السرعة، ايوا كما كتشوفوا معنا اخوتي، باقي مستمرين معكم في هذا الواد ديال واد سوس، باقي كنصوروا لكم فيضان والسيول خاص في هذا المكان. وهاد البلاصه كلها اخوتي فيضان وامطار غزيره، وباقي العاصفه رعديه غادي تكون مع العشيه. ملي غادي تكون مع العشيه غادي نرجعوا نصوروا لكم واد سوس من جديد، وكاينين بعد الاوديه حتى هما غادي نشوفوا واش جابوا السيول. ايوا ان شاء الله يكون خير، وحنا غادي نديروا المجهود ديالنا وغادي نشاركوا معكم اي حاجه جديده على الفيضان على اوديه خاص في المغرب. ونتمنوا نلقاو واحد التفاعل في هذا الويدان، خصوصا واد سوس. شفنا امطار غزيره في اكادير، في تملول، في انزكان، في اي مكان، ولكن واد سوس ما جابش الفيضان بزاف. هذا هو المشكل، داكشي اللي بغينا حنا في الواد ما جابش بزاف الفيضان. اذا الدعم من هذا الواد، هذا هو واد تملول، هذا هو واد ديال تملول. كما كتشوفوا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. نتمنى المزيد ان شاء الله بحول الله. حنا غادي نحاولوا نديروا المجهود ونشاركوا معكم اي حاجه جديده على هذا الواد. ايوا الواد طويل، واد العرض ديالو كبير، وفي نفس الوقت بزاف ديال الفيضان باش تكون واحد الشرة كبيرة. نقرب لكم حدا الصوب ديال الواد. هو كما كتشوفوا واد، كما كتشوفوا معنا دابا وسط الواد فاش كاينين ديال واد سوس. دابا تخيلوا ربما هاجم هذا الواد ويلقى بزاف واقف في وسط الواد. واش هذا هو مول الويدان؟ انت اللي كتصورني وكتضحك عليا. يلا زيد زيد معايا زيد، اقول له بزاف اسمح لي اسمح لي صافي. دابا وسط الواد ديال واد سوس، حيت البارح داز على حسب الخبره ديالي
والتجربه ديالي في الويدان دات لواحد البارح في الليل، في المساحه ديالو كتبان من تما. وعندكم هاد البلايص، كاينين بعض البلايص هنا دات فيهم البارح الواد في الليل، وهاد البلاصه حتى هي دات فيها الواد في الليل بواحد السرعه ماشي سهله، ولكن تعطلنا مع الاسف الشديد تعطلنا. كما قلنا البارح، قلنا بانه الواد غادي يدوز في الليل مده 4 سوايع 5 سوايع، هذا هو الواقع اخوتي كما كتشوفوا. تبارك الله، هذا هو واتسوس. المساحه ديالو داز البارح في الليل، هادشي اللي بقى. هاد الشويه. ايوا نتمنى البارطاج ديالكم، نتمنى التشجيع ديالكم. واتسوس من هنا كما كتشوفوه. ايوا البلاصه ديالو البارح في الليل هنا، ها هي البلاصه فاش غادي نمشيو لكم واحد البلاصه حدا اوريد. كاين واحد الواد من اوريد وكاين واحد الواد تغازوت، غادي نشوفوهم واش غادي يجيبوا الفيضان. الا كان جابوا الفيضان غادي نصوروهم، الا ما جابوش الفيضان غادي نجيبوا دويره تما حنا وزهرنا. اذا واتسوس جاب الفيضان شويه نورمال، والحمد لله على هاد الخير. تبارك الله، الشتا جات خاص في انزكان اي تملول اي مكان، ونتمنى ان شاء الله يكون خير ان شاء الله بحول الله. ونتمنى تشاركوا هاد اللايف مع الاصدقاء ديالكم، حيت حتى حنا كندير واحد المجهود، حيت هادشي ماشي سهل، فيه الخدمه بزاف تبارك الله. ولكن حنا دائما ثقه في النفس، ودائما نغامروا، والابطال كيبقاو الابطال، والكبار كيبقاو الكبار. ونتمنى الاعجاب ديالكم هاد الفيديو اللي درنا لكم في واتسوس. تهلاو.